دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم التمثيلية الإذاعية في قلب العاصفة. التأليف أحمد نعمان، المخرج المنفذ حمدي شويكي، من مكتبة الإذاعة السورية. الإخراج جمال عقاد. بدي حقي، بدي حقي، قلت لك بدي حقي. هلا يا بتفهمين لجوزك انه بدي حقي؟ او والله العظيم بعذبه حياته، فهماني؟ لك شوفي شو القصة؟ فيقك العمى بقلبه العمى، هذا مأمون مثل عادته، عم يكسر ويطبش بالغراب، والمسكينة مرت أخوه مو طالع بإيدها شي، قاعدة وعم تبكي، العمى بقلبه العمى. ما كنا نخلص من هالقصة. لا تشغل بالك، فوت نام، فوت. خلاص فقست النوم، منين رح يجي النوم؟ روحي عملي لي قهوة. حاضر على عيني، حاضر. يا سيدي هاي تالت مرة بيتهجم على البيت وبيكسر الغراض، وكل مرة منروح وبنتنازل عن حقنا وبيطلع، بس هالمرة سيدي ماني مسامحه، بالرغم من انه اخي ماني مسامحه. ماشي ماشي، طول بالك طول بالك يا ابو نادر، افتح لي الضبط ابني. سيدي خليت الوضع على حاله، بدي تروح بنفسك وتتفرج شو عامل وتشوف شو مخرب ومكسر. خلاص خلاص تكرم ابو نادر، اكتب يا ابني، إنه بتاريخه كتب التاريخ حضر إلينا المدعو. شو جار؟ خلصت الحفلة؟ والله مثل ما لك شايف، لسه غراض الزلمة بالأرض. سيدي ما دخلنا، أنا ما تحركت من الدكان، أخوة بينات بعضهم يصطفلوا. إيه بس والله طولت هالقصة، ما حلا تخلص، كل مرة نفس الديباجة، عياط وحكي بلا طعمة، يحلوها ويخلصونا. والله يا جار طالت قصرت وطالع بإيدنا شي، قال يا داخل بين البصلة وقشرتها ما بنوبك غير ريحتها. فوت سيدي، فوت لعندي لجوا، فوت. لا لا بدي روح على السوق، مستعجل عن إذنك. الله معك جار، مهوني. فوت قدامي ولا؟ اهلا اهلا، عنا ضيف جديد يا شباب، قولوا له اهلا وسهلا يا محمود. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا.
بدك أحلى من هيك استقبال؟ يا سيدي أهلا وسهلا. ما تعرفنا باشا؟ ممكن نتعرف؟ أنا مأمون. يا أهلين سيد مأمون. يا ترى شو جرمك يا سيد مأمون؟ من بعد أمرك، بس لأخذ نفس وارتاح بحكي لك قصتي. بس يسأل المعلم أبو غضب بتجاوبه. اتركه محمود، اتركه، خليه ياخذ نفس، صب له شاي وخليه يروق وبعدين بنسمع قصته. بأمرك معلم، هات له كاسة شاي. بس معلم لازم نعرف، بلكي كانت تهمته إرهاب، ما لنا مصلحة مع بنوب، مو ناقصين نحنا. قلنا لك بعد ما يشرب الشاي ويروق نعرف شو قصته وبعدين منقرر. ايه بأمرك معلم. خرجوا، الله لا يقيمه، بيستاهل. لك كم مره صرت مسامحه وبالاخر بيرجع لجنانه. اي والله شرشحنا قدام العالم. خلاص خلاص، هالمره ما راح سامحه، خليه تخبل حبوس. وين تخبل حبوس بابا؟ يعني حكما هالشغله كلها شهر شهرين وبيطلع وبنرجع من اول وجديد. هاي القصه بدها حل نهائي بابا. شو يعني؟ اعطيه حقه مرتين؟ بدك ياني كل ما خطر على بالي ويجي ويقول بدي حقي قوم انا اعطيه؟ لا بابا لا، انا ما قلت هيك، انا عم اقول بيجتمعوا كبارية الحاره وانت بتقول اللي عندك وهو بيقول اللي عنده، وبيقدروا البيت وشو بيطلع له بياخده، وبتوثقوا هالشي عند كاتب بالعدل بالمحكمه وبتنحل كل القصه. شو نسيتي قد صار اخذ مني؟ يا بابا يا بابا، اللي اخذهم منك ما كان عم يحسبون من حق حصته؟ يا حبيبي معلش يا ابن الحلال، خلينا نخلص بقى مشان الله خلصنا من هالقصة، مشانه لله يا ابو نادر. ماشي ماشي، بس مو قبل ما ربي له الواطي. امسك هدول إلك، بس رح تدفع حقها، ما عنا جمعية خيرية هون. بعد إذنك معلم. ايه بأمرك بأمرك، تكرم عينك. شغلتك ناكتي يا صاحبي، كنت مفكر شغلي تقيلة. قاتلك زلمة سطو على شي بنك، يعني شي محرز. هاي الشغلة يا دوب 3 شهور إذا كترت، وإذا أخوك بيسقط حقه بتطلع فورا. والله يا ابو غضب ما بظن اخي هالمره يسقط حقه، هذا اللي سمعته من الشرطه بالقسم. ويا سيدي لا يسقط، ايه كله 3 شهور بتنامن على اجر وحده. قوم قوم روح على الغدا قوم. يلا شرف معلم، نحن من بعدك. بري عليك، بلشت تحفظ درسك. شرف. تفضل. نورس نورس، هون هون. وينك انتي؟ خلينا نطلع من هالعجقة، امشي ننزل على الحديقة امشي. لك ما معنا وقت، باقي ربع ساعة المحاضرة الثانية. لك معليش منتنفس هوا نضيف، امشي معي امشي. ماشي شرف. مرحبا اهلا. شو هذا الانتيم الجديد؟ عفوا مين حضرتك؟ امشي امشي، اتركه اتركه، هذا واحد سئيل، امشي. قلتيلي سئيل؟ ايه اسأل شي. والله ايامك ايامك. احترم حالك احسن ما شرشحك قدام كل طلاب الكلية. ها نهلا، مين هاد؟ لك هاد جارنا بالحارة وحابب يخفف دم ويعمل مشكلة. خلص امشي امشي. ايه نتواجه يا نهلا نتواجه. قلتلك احترم حالك وامشي بالذوق احسن لك. ها لا 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 لا, لا يا زلمة، ماشي منتواجه يا زلمي. خلص نوراس خلص، اتركه وامشي. خلص ماشي شرفي.
أبو زكي، أبو زكي، لحظة من فضلك. أهلين أبو سليم، أمرني مستعجل وحامل أغراض جاي. فوت فوت هون على الدكان دقيقة، ما رح أخذ من وقتك كتير. طيب يلا. خير أبو سليم، شوفي أحكي. بصراحة أنا ما كنت بدي أحكي، بس هذا ابنك كريم الله يسلم لك يا صار له عم يوعدني أكثر من شهر ما كان يسد اللي عليه. أنا تبقل لك كريم ابني عليه دين؟ ليش شو أخذ من عندك؟ أغراض للبيت يعني؟ لا لا لا، بس يعني أحكي يا أبو سليم. دخان ما؟ إيه نعم والله، لو شغلت باكيت أو باكيتين ما حكينا، بس تقل حساب يعني صاروا 15 باكيت، يعني صار شيء 3500 ليرة، وبتعرف مربحه مو محرز للدين، فقلت لحالي مو مشكلة يا أبو سليم، مو مشكلة جار. ليكني طالع جيب لك المبلغ وإجي، لا تواخذني، مالي حامل معي مصاري. مشان الله لا تواخذني، انت بتعرف يعني. لا لا جار، هذا حقك، ما في مؤاخذة ابدا، انت لا تواخذنا، ما عندي خبر والله. الله يصلحك، كنت خبرني من زمان. انا قلت لحالي يعني انه بسيطة بسيطة جار، هلا بجيب لك المبلغ، ما بطول عن اذنك. الله معك. الله يلعن الشيطان، سببنا بهدلة للولد، ما كان لازم له. اي بس كمان هو عم يماطل، شو عامل؟ سيدي يصطفل، المهم يوصلني حقي. مسكي من ايدي، مسكي هدول. شبك ابو زكي؟ ليش هيك معصب؟ شو في؟ مسكي حطيهم جوا بالمطبخ وناوليني من الخزانه شي 3500 ليره، يلا بسرعه. خير ان شاء الله، ولشو هدول؟ اعطيهم عم اقول لك بدون حكي فاضي. ايه حاضر حاضر، لحظه. هيك لكان يا كريم، عم تدخن وبالدين كمان. انا بورجيك يا حقير، انا بورجيك. شرف شرف، بس ما قلت لي لشو هدول؟ بدنا نبرر ذمتنا قدام العالم، بدنا ندفع فاتورة السم الهاري اللي عم ياخده ابنك المدلل كريم من عند جارنا أبو سليم بالدين. ابنك عم يدخن يا خانم، لا تقولي لي ما بتعرفي. بلا بلا، عم شم ريحة قمصان ودخان، بس والله ما استرجيت أحكي لك. الله لا يعطي العافية، وطى راسي قدام الجيران. ماشي راجع، بس لا أعطياهم للزلمة. قولي قولي، معناها اليوم في مختص حامي، الله يستر. نهلا، هلا بدي افهم مين هذا الغليظ وشو علاقتك فيه؟ ايه هدي هدي، شبك معصب نوراس؟ وليش محمل الموضوع كل هالقد؟ هذا جارنا ساكن مقابلنا بالحارة، يعني واحد غليظ وسئيل، وصدفت معنا بالكلية، يعني ما في أي حديث بينه وبينه، أحب يتغلظ، هاي هي القصة بس. شفتوا عم يمون حاله كتير، يعني كأنه ولي أمرك. نهلا لازم حط له حد. أنا نوراس ما بده مشاكل وبطولات، واحد تافه ومو مستاهل تعمل مشاكل مشانه. خلاص شفتني بهدلته وحطيت له حد وانتهى الموضوع، مو ناقصني مشاكل، انا اللي فيني مكفيني، الله يخليك. قيمنا من سيرته هلا. ماشي ماشي تكرم، شو صار مشان مشكلة عمك؟ ان شاء الله انحليت. لا يا سيدي ما انحليت، اخدوه وهلا بالحبس، بس بكره بيطلع وبنرجع من اول جديد مشاكل. اوف، منين بتطلع للواحد المشاكل ما بيعرف؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نتحمل؟ وأبوكي ما يحل ويعطيه حصته بقى ويخلص. لك أبي مفكر إنه المصاري اللي سحبهم منه من 7 سنين لهلا هن من حق حصته بالبيت، وعمي عم يحسبون هيك مساعدة أو دين وما لهم علاقة بحصته، وحلا إذا فيك تحلا. فعلا مشكلة. من مكتبة الإذاعة السورية. We'll be right back.
مأمون؟ لحظة لحظة مأمون؟ أمرني عمي مأمون، شو بدك؟ دخيل عينك، بدي سيجارة. والله كتر طلباتك وما في دفع، صاروا 5 سواكير مع خدمات تانية، صاروا 9000، وأنا كرمالك وكرمال أبو غضب عم دينك، وهون ما في دين عمي لأيمتى؟ خلاص عمي محمود، خلاص بقى، قدامك عطيت البطاقة للشرطي يسحب لي مصاري، بس يجوا بسدد لك حسابك، أخي بكرة بعطيك خلاص. ماشي ماشي، شرف، وهي سيجارة، صاروا 10، احفظونها. مشي مشي. محمود! حاضر حاضر معلم، حاضر، أنا أمرك أنا. تعال شغلها، تعال، ما في غيرك يزهزه الجو. دق عمي دق، يلا يلا محمود. يلا يا شباب، يلا شغلوها. يلا شباب، يلا. يا باص الفل، يا شقيق النعمة. أهلين، الله لا كان جاب الغلا، وينك لهلا ولا؟ خير أبي، في شي؟ فوت فوت كريم، غير ثيابك، فوت. أمزكي، لا تتدخلي، تعال هون ولا؟ ولك أنت ما بدك تزوق على حالك؟ ولك بدك توطي راسي بين العالم؟ صرت قد الشنتير وما كنت عقال؟ ما بدك تصير خلق عالم ولا؟ أبي، لهلا ما عم أفهم، ليش كل هالحكي؟ لأنك عم تتصرف مثل أولاد الشوارع، ولك أنت طالب جامعة أنت؟ ايه طالب جامعة بابا، شو صاير حتى عم تعصب علي؟ شو صاير؟ كمان عم تسأل؟ اللي صاير يا أفندي انك عم تدخن من وراي، مزبوط ولا مو مزبوط؟ ايه مزبوط، عم دخن. ايه شو جريمة يعني؟ كل الشباب عم تدخن ومالهم أحسن مني، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ المشكلة انك عم تاخد دخانك من عند الزلمة بالدين، وبيوقفني وبيطالبني بحق الدخان، هون المشكلة، عرفت وين؟ هو قال لك؟ أبي أنا بهي غلطان وبعترف، بس ما خربت الدنيا يعني، انزنقت بالمصروف واضطريت اتدين منه، آسف، أنا بعتذر عن إذنكم. خليك واقف، أنا لسه ما خلصت كلامي. حاضر بابا حاضر. شو صار معك بالمواد اللي قدمتها؟ لسه ما طلعت؟ طلعت منها 2، واحدة نجحت فيها والتانية لا. أها، يعني مادة تانية ومنعيد السنة، ما هيك يا أستاذ؟ لا 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 أبي، إن شاء الله ما منعيد، ما منعيد. إيه منشوف إن شاء الله، نلع من خلتي، حرك. امشي حاضر. امشي لحط لك عشاء، امشي. إيه خدي ودللي، أصلا ما حدا خربه لهالولد إلا حضرتك. بابا الله يخليك، مو ناقصنا مشاكل، بدنا نحلها برواق. الشاب بتغالص بس طول عمره سئيل. بده يتغالص مو علينا، بيروح يشوف ناس من نمرته بيتغالص عليهم. يا بابا والله معك حق، انا كل اللي بدي اياه منك تشوف ابوه كلمتين منك على رواق ينبهه يبعد عن طريقي وبس، وما بدنا نفوت بمشكله تانية. الله يخليك لك. اخ الهم مالك، هم جبنا لك منين؟ الله بيسلط علينا هالعالم، شو بده منك هذا التاني؟ بس بدي افهم شو بده منك. امي بدنا نحل المشكلة نحنا، ما بدنا نشعلها، خليكي محضر خير. ما بعرف ليش كلامي تقيل عليكي، خلاص وهي سديت حلقي، انا رايح انام. معليش بابا، تركيا، انا رح شوف ابو زكي واحكي معه مثل ما بدك، روحي نامي روحي. خود اشرب شاي، روّق روّق مأمون. لك اخ
منين بده يجي رواق يا محمود؟ منين؟ تارك وراي ثلاث اولاد وامهم، الله اعلم شو اللي صاير فيهم هلا، بقى منين الرواق؟ بتهون بتهون مأمون. لك شو بدي اقول انا؟ محكوم 7 سنين ونص. ولا شو بده يقول ابو غضب المسكين؟ محكوم 10 سنين. لك صحيح محمود، ما سألتك ابو غضب شو جرمه؟ ابو غضب والله المسكين ما لازم يحكموه ولا سنة. بالله عليك شو جرمه؟ قتل. اوف قتل؟ ايه قتل. شو بك غريبة؟ بس معه حق. لك يعني قتل قتل على الخالص؟ ايه قتل قتل، لكن مزح. ومين قتل؟ الكلام بسرك وقصحك تجيب سيرة قدام حدا وخصوصي قدامه. اللي الزلمة قتل مرته وعشيقها وكمشهم بالجرم المشهود، ما حملوا راسه، قتل 2 سوا. يا لطيف يا لطيف. ايه شو بدك يا يعمل؟ بري عليه، غسل عاره بايده. ايه واحد يحط حاله محله شو رح يساوي؟ رح يساوي نفس الشيء. يا لطيف يا لطيف، على هالدنيا شو فيها حوادث بتكشش البدن. هيك يا منظوم بتروح بتشتكي لأبي؟ تأخرنا عليك شوي، شو خربت الدنيا يعني؟ بس أخص أخص على الجيرة أخص. لا تخبص بالحكي عمي، قال تأخرت شوي، صار لك 3 شهور عم تماطل فيني، اليوم وإيه بكرة، إيه لأيمتى يعني لأيمتى؟ بعدين أخي أنا بعرف اللي ما معه ما بيلزمه، ما حدا قال لك دخن يا أخي. هاي مو شغلتك أبو سليم، بس مو الحق عليك، الحق علي انا، انا يلي اخذت من عندك. ايه سيدي بالناقص، لا عاد تاخذ من عندي عمي، بيغنينا الله. طيب يا ابو سليم انا بورجيك. شو عم تهددني؟ رو عمي اعلى ما بخيلك اركبه، شفنا من هالنمر كتير. يا حيف بس يا حيف، فعلا يلي استحوا ماتوا. ماشي ماشي، ومو بخاطرك ابو سليم، مو بخاطرك. ايه مو مع السلامة، ولا تنسى احمد ما عندك اطبخه. العمى على هيك جيل طق عرق الحياة عنده العمى. شايف هداك ابو سكسوكي؟ ايه اللي قاعد بالزاويه، شو بو؟ هذا قصته قصه. هات نشوف شو قصته. هاد يا سيدي كان استاذ مدرسه بالنار. يا لطيف، وشو فوتوا لهون؟ حرامي بالليل. العمل عمل عمل. لك شو عم تحكي انت؟ شلون هيك يعني؟ والله هيك، شلون ما بعرف، بدك تساله. طيب شايف هداك اللي باخر القهوش الاصلع اللي سالد راسه على الحيط؟ اه ايه ايه، شو بو؟ هاد من كبار تجار المخدرات بالبلد، لك يعني مليارات مو ملايين، والشغلة أخدها وراسة، يعني أبوه تاجر مخدرات وجده كمان كان تاجر مخدرات. العمى والله مو مبين عليه. بس هذا ما بيطول، بكرة بيطلع بيدبر واحد من برا وبيلبسه التهمة وبيطلع هو بيكمل شغله. هاي تاني مرة بشوفه هون، بس كل شي بتمنه عمي، كل شي بتمنه. والله عم تحكي مزبوطك محمود. لك شو عم توتوت انت وياه؟ اهلين اهلين معلم، ما في شي، عم نتساير. شو عمي محمود، اجت المصاري ودفعوا الشباب؟ ايه اجت واستلمتها، ومأمون كمان دفع اللي عليه، عم اجمع لك اياهن ليصيروا محرزين معلم. خير. ايه وشو حكى ابوكي؟ هلا اول شي عصاب وبده يعمل مشكله،
ويكسر ويقيم ويحط، يعني بتعرف انت لما بيفور دم الاب اذا حدا زعله بنته الوحيده. وبعدين هدي ورح يحلها مع ابوه على رواه وبلا مشاكل. حاكم مو ناقصنا مشان الله يا نوراس، بكفي مشكله عمي اللي ما كانت تخلص. صحيح، شو صار مع عمك؟ ما في شي جديد؟ ليكو ملحوش بالسجن، بس أبي اليوم راح وأخذ مبلغ لمرت عمي والولاد، يعني هيك مبلغ يدبروا حالهم فيه. يعني ما خلصتو؟ هلأ شو بدك يا يترك ولاد أخوه بلا مصروف؟ يعني معقول هالحكي؟ تركنا من هالموضوع نوراس وخلينا بحالنا، عاو نقضيها نكد بنكد لسه. ايه هات لشوف انت شو أخبارك وأخبار أهلك. آخ 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 يا حبيبي التم المنحوس على خايب الرجا. خير خير شو في؟ لك شو بدي احكي لك؟ لا احكي لي. احكي اللي ولا قلك لا تحكي. قوم عزمني على كاسة شاي قبل المحاضرة، معك مصاري ولا ما معك؟ كاسة شاي مقدور عليها، تكرم عيني. تفضلي امشي. يلا زكي قوم شي في مين على الباب؟ ايدي كلهم صابون ابو زكي، زكاتك قوم افتح انت. امري لله انا بفتح. مرحبا جار. اهلين ابو نادر، اهلين وسهلين. شرف شرف تفضل. ما بدي عطلك، هنن كلمتين وماشي. لا والله معقول هيك نحكي على الباب يا زلمه؟ شرف جار شرف، فوت زارتنا البركه. يلا خطوة عزيزة يا ابو نادر. شلون هيك غلطت واجيت لعنا بعد زمان؟ والله اشغال يا جار، بدك ما تواخذني، بس في شغلة هيك يعني صغيرة حبيت شوفك واتفاهم معك عليها. خير خير ان شاء الله، انا حاضر ورقبتي سدادة. كفو يا جار كفو. يا سيدي هذا ابنك كريم الله يسلمه مع بنتي بالجامعة. بدي منك بالمونة تنبه عليه ما يقارشها ويبعد عنها، وبلا هاي الحركات اللي ما لها طعمة. مو ناقصنا مشاكل الله يخليك. كريم؟ معقول كريم غلطان مع بنتك؟ ايه والله امبارح اشتكت لي منه، قلت بيجي ومنتفاهم على رواق. يا لطيف على هالولد، لا لا ما بيهون علي بنوب. يا امسكي اعملي قهوه. حاضر. تعالوا. مرحبا. ولا انت ما بدك تذوق على دمك؟ شو عامل مع بنت جارنا ابو نادر؟ ها احكي. ما عملت شي، هي لسه من واحد لواحد، ما بتستحي على دمها. احترم حالك ولا بنتي اشرف منك يا ازعر، لا تغلطي بنوبها. لا يا سيدي، بنتك مو تاركي حدا بالجامعه، لسه بتصاحب هاد وبتترك هاد. لك تأدب يا ولد. انت فعلا قليل ادب وبدك تربيه، وانا رح ارجع وربيك. انا مربي اكثر منك، اقعد بمحلك احسن ما اقوم. انا يا كلب يا واطي، والله يا ربي فيك الحارة. والله لا تغلط. خذ يا ولد. نادر نادر ابو نادر، حد شوي حد يا جار. انا ربي يا واطي. احترامي سيدي، جبنا لأبو نادر سيدي. ايه خليه يدخل تفضل. السلام عليكم. اهلين أبو نادر. شو كنت تجيني مجني عليه؟ هالمرة جاييني انت الجاني، شو القصة؟ الله يلعن الشيطان. الف مرة عود عود لنشوف. افتح المحضر يا ابني. بابا؟ ايه ابوكي تقبريني؟ انبسطي، ده
تركه بالحبس والتاني بالمشفى بالعناية. منيح هيك ارتحتي؟ هذا اللي اجانا من ورا جامعتك. لك الله يعدمني ياك إلهي. وهلأ شو العمل؟ شو بيعرفني؟ لك منين عم تهل علينا هالمصايب؟ أنا شو عاملة لحتى عم يصير معي هيك؟ شو أذنبت معك يا ربي؟ خلص يا مو خلص مشان الله. طمنيني إن شاء الله كريم ومتأذي. ليكو ملحوش بالعناية، ضربوا على راسه بصحن السيجارة الإزاز، الله أعلم إذا بيقوم منها أو بيروح فيها. إيه يا مو شبكي خلاص أنا رايحة. شو لوين؟ على المشفى بالأول اطمن على كريم وشوف شي محامي نوكله مشان يطالع بابا. لك استني استني تعي لهون، إن شاء الله رح تروحي لحالك، رجلي على رجلك. حلو والله، استنيني لألبس وقعك تروحي. ها طيب. طيب طيب أمرك يا مو أمرك. لك محمود، هذاك اللي قاعد بالزاوية ونافش لي حاله مثل الطاووس، شو وضعه؟ هذا لا تقرب نواحي بنوب، ما بنصحك تتعاطى معه. آه ليش بقى؟ شو قصته؟ أخي هذا اسمه الشبح، هذا كان مسؤول. أوف. بس وين ما بعرف، المهم إنه قصته اختلس مبلغ أكثر من 600 مليون. شو؟ وصاروا برا بإسبانيا. يا سلام. وهرب مرته وولاده كمان على إسبانيا، وكان هو رح يهرب، لقطوه بالمطار وجابوه لهون. بس لا تقرب عليه، مالك مصلحة. أخي ما قلت لي ليش؟ أخي هذا زلمة مثل إبليس. آه. مجرد ما قلت له مرحبا دغري بيتلبسك. شلون يعني؟ بياخدك من هون بيجيبك من هون، بيفوتك بقصة بيطالعك بقصة، يعني بيقلب لك مخك، بتصير مو انت زلمة. اللهم عافينا. والله الواحد بيسجن لك يا محمود، بيشوف شوفات وشوفات. مثل ما عبل لك، مالك مصلحة. شو رأيك بسيجارة؟ لك المنيحة بدها سؤال. خود لك. ليك ليك مين جاي؟ العمى بقلبهم، شو جابهم هدول؟ بس ولا كلمة أم زكي. أهلين وسهلين. أهلين جارتنا أم نادر. مرحبا. مرحبا عمو. أهلين عمو. ألف سلامة عمو، والله ما كان القصد، إحنا آسفين عمو. والله وشنا أسود، الله يلعن الشيطان. طمني عمو، شلونه كريم هلا؟ إن شاء الله أحسن يا بنتي، الله يستر. عمو خاطرنا عندكم، يمكن أبي بساعة غضب غلط، بس من شان الله لا تواخذونا. هي غلطة، هي هي غلطة، هي جريمة جريمة. قال روح على الصبي. خلصنا، بعدين بعدين. يلا عن إذنكم. ليكي يا عمو. إيه عمو. عمو طمني أبوكي وقولي له ما يخاف، بس طلع الولد من العناية إن شاء الله رح نسقط حقنا، وقولي له ما يهكل هم. يكتر خيرك يا عمو، الله يكتر من أمثالك يا رب، بتكون فضلت. أنا فهمت القصة لك عمو، كريم ابني غلطان وهذا نصيبه، وإن شاء الله بتنحل، لا تاكلوا هم. الله يشفي لكم يا ولا يضركم، بجاه النبي. يلا بخاطرك عمو. الله معكم، مع السلامة. خلصنا أم زكي. مرحبا ابو سليم. اهلين اهلين وسهلين. اهلين اختي ام نادر، طمنونا شو الاخبار؟ ان شاء الله الاصابه مو خطره. لا الحمد لله، رحنا وطمننا على كريم منيح. وابو نادر وينه هلا؟ ولي على قلبي عليه، اليوم رحلوه على عدرا، ما لحقنا الصبح. لا 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 لا، والله ما بيستحق، الله يلعن الشيطان. بسيطه اختي،
بكرة عملوا له طلب زيارة من الأصل العدلي. إن شاء الله إن شاء الله عمو. أخي أبو سليم، أعطينا كم باكيت دخان من يلي بيدخنه أبو نادر لحتى ناخد له إياهم معنا. إيه على عيني. هو بيدخن حمرة طويلة من هي. شرفي أختي، هي خمسة مناح بكفو. إيه بكفو. قديش حقهم؟ لا والله ما بدي حقهم ليطلع بالسلامة. وشو بدك من هون من الدكان؟ أنا حاضر وأنا رقبتي سدادة شو ما بتطلبي، والناس لبعضها يا أختي. إن شاء الله بتسلم أخي أبو سليم. معليش الحمد لله معي مصاري اللي قديش حلفت ومشي الحال. خلاص بس تطلع بالسلامة أنا بحاسبه. ماشي مثل ما بدك، كتر خيرك يا جار، كتر خيرك. عن إذنك. الله معي. امشي امشي. يلا فوت خلصني بقى يلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا. اسمع اهلا، قولوا له اهلا وسهلا يا شباب. اهلا وسهلا باللي جاي. يا اهلين وسهلين، استلموا يا محمود. امرك معلم امرك. ابو نادر انت شو عم تساوي هون؟ شو جابك لهون؟ احكي له شوف. شو يا طلعتوا بتعرفوا بعض؟ اهلين مامون. شلونا؟ مين الأخ بلا صغرة؟ لك هذا أخي يا أبو غضب، أخي أخي اللي حكيت لك عنه. أخوك ما غيره؟ أخي هذا أخي. إيه شوف يا أبو نادر حكي لي شو القصة؟ شغلي الله يلعن الشيطان. إيه فوت فوت شرف لجوا، اتركوا مأمون اتركوا خليه يرتاح وهلأ بنحكي جوا. ماشي فوت عمي فوت. شرف أبو نادر شرف شرف. أنا وين؟ صح النوم يا كريم؟ أنت بالمشفى. أمي أمي. حاكيني كريم شايفني؟ أمي لحظة لأنده لأمك. حاتم زكي تفضل صحي كريم وعم يحكي. ألف الحمد لله ألف الحمد لله يا كريم يا ما تقبر قلبي ريتك. كريم رد علي. أمي أمي يا قلب أمك سلامتك سلامة قلبك يا أمي. وينه أبي؟ أنا هون بابا أنا هون الحمد لله على سلامتك. سامحني أبي أنا غلطت، أرجوك تسامحني أنت وأمي، غلطت وأكلت نصيبي، عذبتكم معي سامحوني. بسيطة بابا بسيطة ولا يهمك. المهم تطلع بخير وسلامة وكل شيء بيتصلح. عن إذنكم لخبر الدكتور. إذنك معك حبيبتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي مالنا طالعين من هون للحلة، واليوم بزايدة بناقصة بدنا نحلها. انتو اخوة والدم ما بيصير مي. اي والله. شو قلتوا؟ احكوا. خلاص ابو غضب منحلها مثل ما بدك. سمعني صوتك عمي ابو نادر، موافق؟ موافق. يا عمي انتو عيني، هلا بدنا نقيم البيت على السعر القديم شو بيسوى ومنقسمه على اثنين. أيوة. والدفعات اللي اخذها مأمون منكب نصها بالبحر منحسبها مساعدة من اخ لاخو، والباقي منحسبه على السعر الجديد ومننقص منه الدفعات. ماشي. والباقي بيدفعه ابو نادر لمأمون، ومأمون بيروح بيتنازل عن البيت لابو نادر. أنا هيك الله ورجاني. شو رأيكم بهالحل؟ أنا من جهتي موافق أخي. وأنت عمي أبو نادر لا تنحرج بنقب، احكي بصراحة ظلمتك شي؟ لا لا كتير معقول موافق.
كتير منيح. سمعونا الفاتحة على نية التوفيق. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. لك عمي أنت وإخوي، ومهما صار بيناتكم بتضلوا إخوي، وبكرة طالعين شغلتكم فاضية، ما بدها محاكم وقضايا وجلسات وقلي ولا قلك، بالتراضي كل شي بينحل. الله يجزيك الخير يا أبو غضب. اي والله كتر ألف خيرك يا أبو غضب. اي قوموا قوموا بوسوا شوارب بعض لشوف. خلصت حليناها. يلا محمود يلا محمود شعلها لشوف. تكرم معلم تكرم. يلا شباب شعلوها شعلوها. على الحقيقة اشتغلنا نحن وسود العيون يا خيوم. كريم كمان صحي وبكره رح يطلع من المستشفى. الف الحمد لله. ايه ها الله يبشرك بالخير. لك بنت زرغوطه. الو اين اوراس؟ استناني ليكني جاي لعندك. شارك في هذه الحلقة وحسب سماع الأصوات واصف الحلبي، يوسف المقبل، ليلى بقدونس، جمال نصار، عادل أبو حسون، نبيل جعفر، مرشد ضرغام، مأمون الرفاعي، محمد فلفلة، فاضل وفائي، دينا خانكان، لوريس قزق، براء الزعيم، فارس الرفاعي، عماد نجار، وهبة ديب. كنتم مع التمثيلية الإذاعية في قلب العاصفة من مكتبة الإذاعة السورية. المخرج المنفذ حمدي شويكي. في قلب العاصفة وتحية من المؤلف أحمد نعمان والمخرج جمال عقاد.